أهلا بكم من جديد متابعينا. تحذيرات كثيرة جدا من مؤسسات الدولة المختلفة والجهات الطبية تحديدا بخصوص انتشار فيروس كورونا، وكمان إجراءات واضحة للحد من انتشار هذا الفيروس. بالطبع في ظل هذه الأجواء طبيعي جدا أن يخاف البعض من الذهاب لأداء الصلوات، وخصوصا صلاة الجمعة في المساجد. طبعا اللحظة دي بيبدأ فيها الشخص يحتار، طيب أروح أصلي ولا يجوز أن خوفي من انتشار كورونا يجز لي الصلاة في المنزل؟ والحقيقة أن دار الإفتاء النهاردة كان ليها رد مهم جدا جدا على هذا الأمر، وقالت أن عدم حضور صلاة الجمعة جائز لكل الخائفين طبعا بسبب انتشار فيروس كورونا. لتوضيح أكتر بينضم لينا دكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. برحب بيك يا دكتور على تلفزيون اليوم السابع معنا. تحياتي ومرحبا بحضرتك وبمتابعي تلفزيون اليوم السابع جميعا. أهلا بحضرتك دكتور خالد. يعني اللي تأكد أن عنده فيروس كورونا هل يروح يصلي الجمعة عادي؟ اللي تأكد أن عنده فيروس كورونا حرام عليه ينزل في أي تجمع، حرام عليه أن ينزل في أي تجمع، لأن كده هيأذي الناس، وإيذاء الناس وإيقاع الضرر بهم حرام شرعا. ولذلك طبعا الجمعة من التجمعات، والجمعة اللي رب من التجمعات، وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا التجمع مقرون بشروط ومقرون بعدة إجراءات، منها أن احنا ما نأذيش الخلق. فإذا تأكد الإنسان إن هو عنده الفيروس، أو إذا أمر كمان بإن هو يعتزل يعني ينزل يدخل العزل المنزلي، فإن هو نزول صلاة الجمعة كشأن غيرها من التجمعات هيبقى حرام شرعا. طيب دكتور، اللي ما عندوش فيروس كورونا يعني لم يصيب يعني أو لم يصاب، وخايف انه يتعدي، خايف من العدوى بشكل عام، هل صلاته في المنزل هيكون عليه وزر فيها؟ احنا طبعا شايفين الاجراءات الاحترازيه التي نصح بها وزاره الصحه من ناحيه، واللي طبقتها وزاره الاوقاف في المساجد وامرت بها في العموم المساجد وحضور الصلوات، مشكوره ل تفادي حدوث هذا الدار. ولكن احنا هنا بنفرق بين حاجتين، مجرد الخوف بس والوسوسه مش احنا بنتكلم فيه، لكن في بعض الناس بتلاحظ وده بيحدث فعلا، ان يعني احنا الالتزام بالاجراءات ومظنه ان هو حدوث مش كافي او ما بيحصلش بصوره كافيه في بعض يمكن الأماكن أو كذا، مع الجهد الوافر لوزارة الأوقاف لتحقيق ذلك. فلذلك اللي يتخوف من هذه الناحية أن هو يصاب إذا نزل إلى صلاة الجمعة، فطبعا من حقه بل من الأحسن ألا ينزل إلى الصلاة وأن يصلي الظهر في البيت، وده من المرخصات ومن الأعذار من الأمور التي يباح لها أن هو يصلي الظهر في البيت بدلا من صلاة الجمعة. ده شيء عظيم يا دكتور. طيب الناس اللي شك في إصابتها وبيقولوا أنه مجرد دور برد خفيف، إيه موقفهم من هذا الأمر؟ هنا أمام طبعا آراء المختصين، يعني المختص إذا نصح بالعزل المنزلي، وسواء كان هو المريض بيقول امام دور برد خفيف وغير كده، لا، اذا المختص نصح او تعليمات وزاره الصحه للعزل المنزلي، فيجب عليه ان هو يعتزل وينسيش الصلاه طبعا. عظيم. طيب تقول ايه لبعض الناس اللي احيانا بتستغرب من هذه الفتاوى وتبدا تهاجم دار الافتاء على السوشيال ميديا؟ البعض يعني بيشوف انه حرام تمنعونا من الصلاه في المساجد بفتوى دينيه، تقول لهم ايه؟ يقول لهم ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك واجبات متعدده، والامر مش بهوانا، ولا الامر ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه
عبادة له، في نفس الوقت احتياط واحتراز من أذى الناس. فلا يصح أن أنت تتمسك أو تتشبث بما تظنه عبادة وتؤذي خلق الله سبحانه وتعالى، أو يكون في ذلك سبب لإيذاء الخلق. الإنسان مقدم على البنيان، والساجد مقدم على المساجد، كما تعلمنا من الشرع الشريف. وحرمة الإنسان وصيانة نفسه وصحته وكذا، هذه لها منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تريد العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فاحضر هذا وافهمه كويس وأطبقه وتمسك به. حتى لو أنت مش نازل تصلي الجمعة، أكيد يكتب لك عظيم الثواب عند الله سبحانه وتعالى بإذن الله. طيب هروح معاك لسؤال آخر يا دكتور. نصبر أهالي الناس اللي فقدناهم بسبب كورونا إزاي؟ هل الدين بيحتسبهم من الشهداء؟ طبعا هو من يصاب الدين عدد وسع مفهوم الشهادة. ومن جملة الشهداء الذين يلقون الله سبحانه وتعالى بمرض في باطنهم، زي اللي بيحصل في حالة كورونا. فاحنا بنقول لكل من فقد عزيزا أو أصيب في عزيز بسبب هذا الوباء، احتسب عند الله سبحانه وتعالى، والموعد الملتقى بين يديه. ولعل هذا الأمر كتبه الحق سبحانه وتعالى لعزيزك ليرفع من منزلته بشيء كريم جدا اسمه نيل الشهادة، وخصوصا يكون من شهداء الآخرة إن شاء الله. إن شاء الله يا دكتور. على كل حال أنا بشكرك شكرا جزيلا، بس خليني أستأذن حضرتك أنك تختم لنا بدعاء تدعينا فيه وتدعي للعالمين جميعا بإزالة هذه الغمة. أسأل الحق سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يقينا جميعا شر هذه الأمراض، يرفعها عن العالم كله، ويقينا العالم كله شر هذه الأمراض، ويجعل هذه الامتحانات والبلايا رسالة وطريق لأن يضع العالم كله يده يد بعضه في بعض، فيتعاونوا على البر والتقوى، ويتعاونوا على رفع هذه المعاناة، ويجعل لنا في ذلك نصيبا كبيرا في المشاركة الإنسانية وفي تخفيف المعاناة عن الناس بإيجاد علاج. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه الدواءات والعلاجات والأمصال إلى استئصال هذا المرض وحماية الناس من شره عاجلا غير آجل، إنه على ذلك قدير وبالإجابة شديد. أمين أمين أمين. شكرا جزيلا دكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أشكرك على وجودك معنا، وانتظرونا في متابعات أخرى على مدار الساعة. إلى اللقاء.